مشروع الوحدة المطلوب هو إنشاء آلة حاسبة بسيطة تجري عمليات حسابية. في بداية المشروع هناك رسالة تخرج المستخدم، وهي أن يختار أحد الأرقام التالية: 1 للجمع، 2 للطرح، 3 للضرب، و4 للقسمة. مجرد أن يقوم المستخدم بإدخال رقم 1، ومن ثم يطلب البرنامج من المستخدم إدخال رقمين، فإذا أدخل الرقمين يقوم البرنامج أو تقوم الآلة الحاسبة بعملية جمع. أما إذا قام المستخدم بإدخال رقم 2، الطرح، 3، الضرب، و4 القسمة، إذن كل ما علينا هو التوجه إلى الكومبايلر أو إلى بايثون أونلاين، ومن ثم كتابة المشروع بهذا الشكل. نقوم بطباعة في البداية جملة هذه الجملة اللي هي print، ومن ثم نقوم بكتابة القسمة طبعا بين أقواس، ثم نيو لاين يعني سطر جديد، الضرب 3، الطرح 2. طبعا نبدأ بعملية الجمع، الجمع رقم 1، الطرح 2، والضرب 3، والقسمة 4. هذه هي الرسالة التي سوف تظهر للمستخدم، ومن ثم سوف أقوم بتعريف متغير اسمه choice. في choice رح طبعا يكون متغير من نوع integer، سوف أطبع به عبارة للمستخدم input، يعني قم بإدخال اختيارك، اكتب اختيارك بين قوسين طبعا، لأنها عبارة عن string أو عبارة عن نص. ثم هناك شرط، يعني لازم أنه يكون الرقم الذي يدخله المستخدم ما بين الرقمين 1 و4، ومن ثم سوف تظهر رسالة أخرى: الرجاء. طبعا إذا قام المستخدم إدخال رقم 5 وهو ليس من ضمن الخيارات، سوف تخرج له رسالة: قد قمت بإدخال رقم خاطئ، الرجاء إدخال الأرقام من 1 إلى 4. else اكتب العدد، طبعا else طبعا if، لازم يكون الشرط ما بين 1 و4. else رح يكون رح نعرف متغيرين، نوع المتغير الأول لم، وهو من نوع انتجر، سوف يخرج رسالة للمستخدم: اكتب العدد الأول. وأيضا هناك متغير نوع ثاني اللي هو num2 من نوع انتجر، سوف يدخل المستخدم الرقم الثاني، سوف تخرج له رسالة: اكتب الرقم الثاني. الآن إذا كان الشويس يساوي 1، يعني إذا كان اختياره يساوي 1، print سوف يطبع حاصل الجمع هو، ومن ثم يقوم بعملية جمع للرقمين. طبعا هناك فاصلة نم 1 ونم 2. اف الاف اللي هي الشويس إذا كان يساوي رقم 2، print حاصل الطرح هو، سوف يقوم بطرح الرقمين نم 1 ناقص نم 2. الاف اللي هي الشويس بتساوي 3، سوف تخرج رسالة للمستخدم هو حاصل الضرب هو نم 1 ضرب نم 2، وإلس print حاصل القسمة هو. هذا هو البرنامج المطلوب بكل بساطة للمستخدم، وهذه هي الآلة الحاسبة. لو قمنا بعمل عملية تطبيق أو رن لهذا البرنامج، سوف يخرج لنا الخيارات 1 2 3 4، سوف أكتب الخيار مثلا 4 4. طيب الآن خرجت لي رسالة: أكتب العدد الأول، وفرضنا أنا بدي يضرب لي الرقم 11 أو يقسم لي الرقم. طيب بلاش 11، خلنا نأخذ 8، انتر. أكتب العدد الثاني، راح أخذ 2، انتر. الآن الذي جرى هو أنه رقم 4، العملية رقم 4 هي مسؤولة عن عملية القسمة، بقسمة العدد رقم 8 على العدد رقم 2، سوف يكون حاصل القسمة هو 4 4، اللي هي 8 على 2. هذا هو البرنامج بكل بساطة وسهولة، لكن المستخدم إذا قام بإدخال طبعا رقم غير 1 2 3 4، سوف تخرج رسالة للمستخدم أن هناك الرقم الذي قمت بإدخاله خاطئ. شكرا لكم، تحياتي.